وهذا ما شاء الله بذور عز، هذا بيت جديد يعني لسه ينزرع لأول مرة، فقوة التزهير عالية جدا، يعني قوة التزهير عالية جدا من بذرة عز الأسبانية أجريمكس. هذا البيت يعني فيه نسبة زهور محترمة وما فيش فيه تنفيل. احنا طبعا ايه بننصح البنغالي بالمعلومات اللي تساعده على انه يتخطى مشاكل العنكبوت ومشاكل الزبون والمشاكل اللي انتوا عارفينها في الخيار. فالرجل بنفذ التعليمات اللي بنقول ليه عليها، عنده زرع ما شاء الله يعتبر تفوق على أستاذه، فان الأستاذ وهو التلميذ. الحمد لله رب العالمين، في كل زيارة بزورها لهذا العامل بأرجع مبسوط، لأنه بيشتغل شغل معلمين، فما شاء الله عليها. بكرر تاني بقول لكم، هذه بزور عز من أجريمكس، يعني الحين الساعة بالضبط 12 الظهر، الساعة 12 الظهر، درجة الحرارة مرتفعة جدا، والشجر ما فيه أي ورقة تدل على أنه مش مقاوم للحرارة، لا الشجر مقاوم للحرارة بنسبة 100%. قدام كل ورق واقف وقوف في درجة حرارة مرتفعة. طبعا البيت مبرد، ولكن برضو في ناس بتعاني في الحرب.